بعد ما نسب للفنانة المصرية أنغام أنها صرحت لإحدى المجلات الفنية أن الفنانة السورية أصالة أقلعت عن تعاطي المخدرات، ردت أنغام عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه الخبر عاري عن الصحة، وهي رح تكلف مستشارة القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد محررة المقال ورئيس التحرير ورئيس مجلس إدارة المجلة في حال عدم تكذيب الخبر الكاذب يلي حاول الإساءة للعلاقة القوية يلي بتربطها بالنجمة أصالة. من جهتها علقت أصالة على توضيح أنغام، فكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه هي مش بحاجة لأخبار كاذبة لتكتشف صفاء أنغام وعم محبتها إلها، خصوصي أنه ما حدا رح يصدق هالكلام لأنه صادر عن أشخاص ما بتعرف معنى الصداقة يلي بتربطهم، لأنهم ولا مرة اختبروا مثل هالشعور النبيل. لا تعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون، زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، واعطونا رأيكم بها الخبر عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.